السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة خاصة مع إكرام اللي تعرفوها. قبل كل شيء أهلا وسهلا إكرام. أهلا أهلا وسهلا فيك وأهلا بالمشاهدين. شكرا. في الحقيقة معناتها إكرام تابعت الحديث اللي وقع والحوار مع عصام عمر وأرادت أن تعطي رأيها في مسألة ضرب المرأة في القرآن أو في الإسلام. أنا باش نحاول ناخذ كما يقول كافر مغربي محامي الشيطان أو محامي الإسلام. وإكرام باش تعطي وجهة نظرها كلادينية وكإنسانية قبل كل شيء حول ضرب المرأة بصفة عامة وما هو رأيها في ضرب المرأة في الإسلام عندما كانت مسلمة. أهلا وسهلا مرة أخرى إكرام، والسؤال اللي نوجهه ليك، هل اطلعت على هذه الآية عندما كنت مسلمة؟ لا أنا ما سمعت بهذه الآية. الآية معناتها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعناكم فلا تبتغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. هذه الآية عندما كنت مسلمة عمرك ما سمعت بها؟ لا، قضية أن الرجال قوامون على النساء هذه معروفة، لكن الشطر اللي فيه ضرب المرأة والنشوز ما كنتش نعرفه صراحة. ما كنتش تعرف. تنجمش تقول لنا وقتش طلعت على هذه الآية؟ هل قبل خروجك من الإسلام أم بعد خروجك من الإسلام؟ لا، بعد خروجي من الإسلام. هذه يعني كي تكون كي تخرج أول مرة من الإسلام يكون واحد نوع من الشك، واش أنا غلطت، واش أنا ما فهمتش الإسلام. بصح من بعد هذه الآيات تزيد تأكد لي اللي هذا الدين هذا مستحيل يكون من عند إله خالق الكون يقول لك اضربوهن. هذه الآية أكدت لي بأن الإسلام دين ما يصلحش. شنو كانت ردة فعلك عندما قريت هالآية؟ يعني أعطيني معناتها إحساسك كامرأة عندما قريت هذه الآية، شنو كانت ردة فعلك؟ ردة فعلي أني فهمت باللي إله الإسلام إله ذكوري، إله عنده مشكل مع المرأة، عنده مشكل مع النساء، فهذا اللي كان. أو بالأحرى محمد، لأنه ما كانش إله الإسلام، إله الإسلام هو محمد والصحابة واللي كانوا معه، كان عنده مشكل مع المرأة، فهذا ليش يقول لك اضربها ولا. ولكن احنا نعرف أن محمد عمره ما ضرب خديجة. هذه الآية هي آية مدنية، واحنا نعرف أسباب نزول هذه الآية، هي قصة وقعت في المدينة عندما أحد الأعيان هو سعد بن الربيع بن عمر، وكان يعني من النقباء من الخزرج، ضرب مرته حبيبة، وحبيبة هذه مشات تشكي لبوها وبوها مشى يشكي لمحمد، ومحمد قال القصاص. شنو رأيك في الرد البديهي لمحمد في الأول؟ قال لهم القصاص، يعني ترجع حبيبة وتضرب سعد. ثم بعد لا قال القصاص محمد بدل رأيه وقال إن نزل عليه الوحي، وقال يعني راه نزل عليه الوحي، وإن الآية تقول معناتها الرجال قوامون على النساء، والمرأة يعني معناتها يجوز ضربها كي معناتها كي توقع حالة نشوز. شنو رأيك في المسألة هذه؟ إيه، هو قادر يكون الرسول بالأول تسرع كي قال القصاص، إنه هو يعرف باللي هذه القضية ماشي في مصلحته، حتى لو ما يضربش نساء وقادر مرة يرفع يده ولا كذا، هو لازم حاجة تكون في الصالح دياله، فقادر يكون غير رأيه، يعني شاف باللي هذه الحاجة ما تسلكش قال لهم وحي، أو ربما هو جست محتاج هذاك الوقت ديال باش يقولهم راه جاني وحي، بس ما يقدرش يقولهم في يعني في اللحظة نفسها راه جاني دابا وحي، لا
هو محتاج وقت باش يمشي باش من بعد يجي يقول لهم راه جاني جبريل باش يعطي مصداقية للآية بأنها نزلت من عند إله. أنا عموما هذه الأشياء يعني ما نركزش فيها، أنا اللي يهمني هو الآية كيفاش نفهموها، وخاصة الفيديوهات ديال الأخ عصام كان يهضر على التفسير وعلى، لأنه هذه الآية عليها خلاف كبير في ما بين المسلمين، كل شيء كل واحد يفسرها بالطريقة اللي تسلكه هو، وهذا هو المشكل. ولكن يعني احنا نلاحظوا ان مثلا انت بنعرفش كان اطلعت على رأي القرآنيين في المسألة. لا انا ما نعرفش شنو يقول القرآن، لان اللي نعرف ان بزاف يقول لك هذا الضرب، كل واحد شنو يقول، واحد يقول لك ضرب بالمسواك، واحد يقول لك ضرب على الارض، واحد يقول لك ضرب المثل، هو في الاجماع يقول لك ضرب غير مبرح. في التفاسير يعني ابن كثير والطبري يقول لك ضرب غير مبرح، يعني جسد ما تكسر لهاش عظم واضرب عادي. التفاسير الكل تقريبا اجماع العلماء على ان كما قلت انت هو ضرب غير مبرح، وفما حديث اللي مثلا تعبد العباس اللي يقول لك ما تضرب السواك هنا معناتها. لكن مثلا ما يسمى بالحدثيين ذهبوا اكثر من ذلك، مثلا كما قلت لك القرآنيين يقول لك الضرب هو التفريق، ليس الضرب مثلا ضرب الرقاب هو فصل الرأس عن البدن، وليس الضرب بمفهوم الضرب. هناك كثير من الآيات مثلا واضربوا في الأرض، اضربوا في الأرض يعني تفرقوا في الأرض، وكثير من الآيات في القرآن يعني مفهوم الضرب يعني هو مفهوم التفريق، مثلا وضرب بعصاه البحر، يعني معناتها ضرب يعني معناتها فصل البحر إلى نصفين. وتقريبا فما أكثر من 7 أو 8 آيات في القرآن تتكلم عن الضرب على أساس أنه الفصل. إذن هوني شنو رأيك في التفسير بتاع القرآنيين في مسألة الضرب؟ لا هذه الآية واضحة، هذه الآية واضحة، يعني ما قال لكش ضرب العصا ولا كما تضرب البحر، هذه راك تضرب إنسان، كيفاش تفرق إنسان؟ يقول لك اضربوهن يعني فرقوهم، ما تجيش حتى في هذا السياق، ما تجيش. ما قال لكش الضرب ما بين الرجل والمرأة، هنا يكون فصل. أما يقول لك اضربوهن يعني المرأة هي التي يعني يمارس عليها فعل الضرب، وشني يعني تفرق لها هي رقبتها على جسدها ولا ما؟ هذا السياق هذا ما فيش ضرب يعني ضرب على الأرض ولا ضرب اللي قلت نتايا فصل، لا هذه آية تقول لك اضربوهن يعني ضرب الجسد. في الآية فينا آية أخرى تقول لك، كنت تكلمت عليها في الفيديو ديال وامرأة إن خافت من بعلها نشوزا، هنا علاش ما قالش نفس الشيء؟ هذا هو السؤال. حتى هنا نقوله يقول لها فصل، يقول لها اضربوهن وتكون معناها فصل، يقول لها اضربوهم يعني الرجال، لأن قال صلح، بما أنه قال هنا صلح يقول في الآية الأخرى صلح. مش كيف احنا خلينا في الآية هذه ونرجعوا لها آية بتاع الرجال، اما خلينا في الآية هذه الأولانية يعني اللي مثلت فيها الضرب. هو على كل حال يعني العلماء المسلمين اجمعوا كلهم تقريبا حول ان الضرب هو الضرب، واسباب نزول هذه الآية تدل على ان هناك عملية ضرب، كما قلت لك يعني الصحابي او من الأنصار اللي معناتها ضرب مرته، وكل معناتها وهذه طبيعة موجودة الآن عند المسلمين بصفة عامة إنه ضرب المرأة. هنا بعض المسلمين يقول لك اللي هذيك الآية خاصة بعهد محمد يعني لا تطبق اليوم، فما ردك على هؤلاء؟ لا الآية ليست خاصة، علاش؟ لأن القاعدة الفقهية تقول لك الأصل في الأشياء أنها غير منسوخة، يعني الأصل في الأشياء هذا من نسخ، ماذا من آية غير منسوخة؟ ما كانش حديث ولا آية تنسخها، لحد الآن الآية كتبقى صالحة إلى يوم الدين. هذه أولا. ثانيا القرآن ما قالكش خاصة، ركين حوايج يكونوا خاصين بعهد الرسول وحاجة تكون تصلح لكل زمن ومكان. فهذو اللي يقول لك خاصة هذو يقول لك بطريقة غير مباشرة القرآن هذا لم يعد صالح لزماننا،
لا يتأقلم مع هذا الزمن ومع هذا المكان. إذا يقول لك غير صالحة، أنا نقول له سير صورة النساء ومسحها. واش ندير بها أنا هذه الآية إذا ما بقاتش صالحة؟ واش ندير بها أنا؟ كاين الناس يقراوها يطبقوها، علاش أنت مخلي لي آية ديال هذا الرسول مخليها لي أنا في هذا الكتاب والناس تطبق فيها وتضرب وعادي؟ لا، هذه مشكلتك، حلها أنت. امشي لآية النساء واكتب على هذه الآية: يا ناس يا مسلمين، هذه الآية لم تعد صالحة، المهم هذه ليست مشكلتي أنا، هذه مشكلة المسلم يحلها. احنا رانا نتكلم على 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 كتاب من عند خالق الكون، المفروض يعرف التغيرات اللي تطرى في العالم، المفروض يعرف بلي هذه الآية من بعد وقت ما توليش تصلح. هذا هو المشكل، هذا هو الدليل على أنه هذا القرآن راه نزل لي بيئة معينة، ما نزلش لكل زمن ومكان. هذا القرآن ولاش صالح لهذا الزمن؟ ولكن بعض معناتها المسلمين يقول لك هذه الآية هي في الحقيقة أول شيء يعني آية تخص بعض الناس، يعني هم يقولوا لك اللي طبيعة المرأة، طبيعة المرأة في ذلك الوقت ما كانت تفهم كان بالضرب، يعني مستحيل تفهم، يعني أغلبية النساء ما يفهموا كان بالضرب، فهذه الآية تطبق عليهم. أما في الوقت الحاضر هذه الآية لا تطبق إلا على بعض النساء، يعني كما يقول عصام يقول لك مثلا قبل كانوا مثلا 80% من النساء يفهموا بالضرب، أما توا 20% من النساء يفهموا بالضرب. شنو رأيك في المسألة هذه؟ لا، ما كاينش العنف، العنف لا يولد إلا عنفا، ما كاينش واحد يفهم بالضرب في العالم، الضرب ما كيعطيش نتيجة أو العنف ما كيعطيش نتيجة. أنا الجواب ديالي هو أنه هذه الآية غير صالحة لأي زمن، لا هذاك الزمن ولا هذا، العنف ما يصلح حتى زمن، لا في هذاك العهد ولا الدابة. هذه أولا. ثانيا، وشنو هو دليلك على أن هذه الآية تصلح لناس خاصة؟ هذه منين جبتها؟ يعني في الآن هاي الآية قدامي ما شفتش فيها حتى دليل على خصوصية هذه الآية بنساء أو ببعض النساء، يعني ما هو الدليل؟ هذو الناس يجيبوا حاجة من راسهم يحطوها على الآية. فما هناك من يقول لك أيضا أن الضرب هوني هو ضرب غير مبرح، يعني حتى يذهب البعض أن الضرب بالسواق. هل تتصور أنت الضرب، أنت كامرأة طبعا أنا نحكي معك، أنت كامرأة لو أنت مثلا مع زوجك اختلفت معاه هز عليك قلم ولا ضربك بسواق، هل تعتبره ضرب ولا مش ضرب؟ لا، ضرب، أنا نعتبره ضرب، يرفع يده يرفع قلم يضرب ضرب غير مبرح، حتى لو كان عنف بالكلام فقط، يعني عنف لفظي حتى هو راه يأثر في نفسية المرأة. فما تقوليش لا هذا عنف غير مبرح أو ضرب غير مبرح، لا، الضرب ممنوع والعنف حاجة غير إنسانية. أوكي، احنا ما نتكلموش على بشر، احنا هنا نتكلم عن خالق الكون، المفروض ما يطيحش في هذه الأخطاء. طبعا احنا ما نش نحكيه يعني على تصرف غير مسؤول، يعني يمكن يحدث في أي دولة، احنا نحكيه على تشريع رباني من المفروض. فوالا، تماما، يعني هذا التشريع، يعني مسألة الضرب مسألة التشريع. أنت تتصور هذه الآية، خلينا معنا نزيد وندخل في العمق بتاعها، هل هذه الآية وحدها معنا وضربوهن، هل يمكن تحديثها؟ لا، مستحيل. هذه كيفاش نحدثوها؟ أنا واحد النهار شفت فيديو ديال محمد شحرور يقولهم ضرب غير فيزيائي. انا بغيت نفهم علاش انت تجي تقول لنا ضرب فيزيائي، خلي ربك ينزل ويقول لك ضرب غير فيزيائي، يكتبها لي انا في الايه واضربهن ضرب غير فيزيائي. ما فهمتش انا، يعني حاولوا ينظفوا قذارة الله، خلي ربك يكتبها في الايه، علاش هو يصف لنا ايه غير مفهومه؟ ما الايه غير صالحه للتحليل لانها آية محكمة، يعني ليست من المتشابهات، يعني يقول لك لا شتي هذا مع النص، هذا راه نص واضح، اضربوهن راه نص واضح. جيب واحد صغير يقرا في البريمير تسولو الضرب يقول لك الضرب ماذا يعني آية واضحة
والآية الواضحة أو المحكمة يقول لك أنها حفظت من التأويل. لكن إكرام، لو أنت مثلا يعطيوك الخيار على أنه مسلم يؤمن بالآية هذه كضرب فعلي، ومسلم يؤمن بالآية هذه كضرب يعني معنوي أو كضرب يعني فصل بين معناتها الفصل بين المرأة والرجل، شنو تفضل؟ ما أنا قلت لك، أنا جاوبت قلت لك أنا نفضل مسلم طبعا ما يطبقش الآية، أنه ما يمارسش عنف على أنه واحد يطبق الآية كما هي. نعرف فهمتك إكرام، أما أنا حبيت نأكد لك يعني تأويل هذه الآية لكي تتحول إلى عدم ضرب، هل هذا يزعجك أم لا؟ لا، هو أنا هذا لا يزعجني، يعني تيتأوذ الآية باش تولي تتماشى مع العصر، لكن المسلم يعترف، يعني يعترف باللي عنده مشكل في الآية، كي نقولوا تحديث ولا إصلاح ولا راه عندك مشكل، راه حتى كي نقولوا ميزاجور، أنا مثلا درت ميزاجور لشي حاجة ديت، معناتها هذيك الحاجة فيها مشاكل. من المسلم يعترف يقول لك أنا عندي أزمة نصوص، أنا عندي أزمة تشريعات وفيها مشكل وأنا نصلحها، أوكي مرحبا بالتصليح، بصح ما يجيش يقول لي لا أنت ما فهمتيش الآية وأنا نجي نفهمك. أنا هذه اللي ضدها، يجيني واحد يقول لي أنا، يقول لي الصحابة والمفسرين ما فهموش دين الله، أنا من بعد 1400 عام نجي باش نفهمكم. أنا ضد هذه الفكرة. لكن سامحني إكرام، هو الشخص اللي يقول لك معناتها يعطي تأويل للآية، هو ما هوش متجه ليك أنت كلا دينية أو كملحدة، هو متجه للمسلم الذي يعتقد أن ذلك هو ضرب بالفعل، وهو يحب يقنع هذاك المسلم اللي يؤمن بالضرب وليضرب في مرته يعني على أساس أنه ما هوش ضرب بالفعل وإنما عنده معنى آخر من الضرب. يعني هو المصلح أو المجدد للدين أو اللي يعني يحب يجدد الدين، الكلام بتاعه موجه للمسلم الذي يضرب المرأة. لا هذه أنا ما ظنش، ما كاينش من هذه ديال واحد مسلم، المسلم لا يخاطب المسلم، المسلم كيبغي يبرر راه يبرر للملحد. علاش وشنو نلقاو في مواقع التواصل؟ نلقاو الرد على شبهة الملاحدة، الرد على شبهة المسيحيين ولا الكفار ولا أعضاء الله يشوهون الدين. علاش هما بغاو يقولوا للمسلمين اللي مازالين في الإسلام ما تخرجوش من الدين، هادو راهم يكذبوا عليكم وأنا اللي نقول لكم الحقيقة. هما راهو ما يجدوش في الدين لأجل المسلمين، هما راهو يحاولوا يبينوا لنا حنا باللي نصح وحنا نشوه. هذا علاش كي تكتب مثلا الآية تلقى الرد على شبهة ضرب النساء في الإسلام، معناتها يردوا للملحد ما يردوش للملحد، انه يقول لك هذه شبهه عند الملحد، فهم يتوجهوا بهذا الكلام، يتوجهوا به للملحد. علاش يقولوا له حنا، يقولوا انت راك تشوه لنا ديننا وانا راني نرد على هذيك الانتقادات ديالك للدين. ان المسلم هما ما عندهمش مشكل مع المسلم، هما يقول لك هذاك مسلم بحالي ما عنديش مشكل معه، هو ليس عدوي، هما يتعاملوا مع الاعداء والأعداء هم الملاحدة واللادينيين لأنهم ينتقوا ويفضحوا في العورة ديال الأديان. في الحقيقة إكرام، هذه النقطة يعني يلفت إلي معناتها الانتباه، هي نقطة جدا مهمة، وبالفعل يعني أنا ما انتبهتش لهذه النقطة، هو أن أغلب الرد حول ما يسمى شبهات الإسلام هي متجهة نحو من هو غير مسلم. يعني أنا مع تقليل نشوف مسلم يحكي مع مسلم يحاول باش يقنعه أن الضرب ليس الضرب وإنما الضرب هو معناتها عنده معنى آخر وتأويل آخر. يعني ما تلقاش، يعني قليل تلقى مسلم يقنع في مسلم آخر باش ما يضربش، وإنما تلقاه يقنع في ملحد، يقنع في لاديني، يقنع في مسيحي، يقنع في أي إنسان تهجم على الدين بتاعه. يعني أنت هل تتصور هذا الشخص الذي يدافع عن دينه ضد من هو غير مسلم، هل هو مؤمن بالضرب؟ يعني هل معناتها قام بالتبرير هذا للدفاع على الدين وفي نفس الوقت هو يعني يرضى
ويقبل أنه المسلم يضرب مرته؟ في هذه النقطة كاين اختلافات، يعني حسب المسلم، هذه مسألة نسبية، لأنه عندنا مثلا مليار مسلم ما تقدرش نقول لك مليار يبروا ولا مليار يوافقوا على الضرب. هناك بعض المسلمين تلقى منهم حتى شيوخ وأئمة يعرفوا الدين على حقيقته، بصح يضحكوا على الناس، يعني عندهم هذه تجارة، هو يدافع على الدين لأنه تجارة، يتاجر بالدين، وهذا الدين هذا يأكل منه طرف الخبز. يقول لك أنا مثلا ندي فلوس ونضحك على الناس، نقول لهم ضرب لا تعني ضرب، صح هو يعرف باللي تعني ضرب، هذو ناس يعرفوا. وكاين الصنف الثاني هم الناس اللي يعني تلقاه مسلم وتلقى الإنسانية دياله تتغلب على الإيمان دياله، فما يقدرش يوقع صراع، ما يقدرش يخرج من الإسلام، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتقبل أن الإسلام فيه عنف، فيجي في الوسط يشد العصا من الوسط، يقول لك أوكي هذا ليس بضرب، ويبدأ يبرر. ليش؟ لأنه هو في الداخل دياله في واحد شوية الإنسانية، في جزء من الإنسانية، وهذيك الإنسانية هي اللي تتكلم، هي اللي تقول لك لا وما كاينش ضرب، فهو يبرر نفسه وفي نفس الوقت يرد على الغير مسلمين. ألا ترى أن هؤلاء المسلمين الحداثيين يعيشون أزمة بين درجة الوعي اللي عندهم والنص القرآني اللي يعتبروه شيء مقدس؟ وي، هي أزمة النصوص، هي يعني أصعب شيء يواجه المسلم، حيث المسلم يعني يحاول أن يجعل من القرآن زئبقي ولا فليكسيبل، يعني يحركه يكون حربائي كل مرة يبدلون، ويطيح في المشكل لأن النص ثابت ما تقدرش تغير، لكن بعض الكلمات يعني حتى وتعطيها تأويلات عدة يعني تحتمل، مثلا تلقى المعنى ديالها واضح، وخاصة آية الضرب، هذه آية أضربوهن من الآيات اللي صعب تأولها، لأنه كيف قلت ديجا آية يعني نص واضح، والنص الواضح فيه مشكل، أن أضربوهن، أي واحد سولوا ما معنى الضرب يقول لك هو الضرب الفيزيائي، ما يقول لكش ضرب معنوي ولا ضرب بنسواه، كله هم يعني يحملون النصوص معاني غير معانيها. يعني فقط في القرآن تلقى ضرب لا تعني ضرب، وقتل لا تعني قتل، مثلا ضرب إذا قرأها في نص آخر، أي نص خارج القرآن يقول لك ضرب، بصح كي يوصل القرآن يولي يقول لك لا ما تعنيش ضرب. ليش؟ باسكو هو ما يقبلش باللي هذا كلام الله، هو ما قبلهاش على راسه، ما قبلهاش على دينه، فهنا يطيحوا في مشكل، يحاولوا هم يفسروا الدين على هذا باش يوافق العصر، وهذا الشيء غير مقبول، لأنه التفسير عنده ناس، وعنده الناس اللي مهتمة بالتفسير، ما تجيش انت ما عارف والو، ما تعرفش أسباب النزول، ما شاهدت وحي، ما كنت مع الرسول، وتجي انت يتفسر، وتلقاهم حتى يتعارضوا، مثلا عائشة تقول لك لهدني الرسول لهدتان في صدري أوجعتني، راهي تقول فيها تقول لك وجعني، باش تجي انت تفهم حسن من أم المؤمنين، هذا هو راء أنا جيني، انت تفهم حسن من أكثر وحدة كانت ملتصقة بالرسول ليل نهار، بتجي انت تفهم أحسن منها وتقولنا لا الضرب ما يعنيش الضرب، لو كان جميع يعنيش الضرب راهي عائشة تقولها، علاش تقول لك لهذاني لهدة، وزيد تفطر عليها تقول لك أوجعتني، يعني وجعتني، يعني ما تقوليش غير فيزيائي، يتأكد وتقول لك وجعتني، وهذا حديث صحيح. حتى مثلا وقت نجي نشوفوا الترجمة نلقاه مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية يعني موجودة ضرب، يعني فخابي لي، يعني بالفرنساوية تمشي لأي قرآن مترجم بالفرنساوية تلقى كلمة ضرب، تلقى فخابي لي، فخابي لي، يعني فخابي لي، ما نتصورش كان تجي تمشي تقول لواحد فرنساوي فخابي لي يقول لك لا هو فخابي لي معنويا، يعني مستحيل هذه معناتها المسألة تكون. لكن هون يا إكرام أنت تشوف اللي الضرب اللي موجود في المجتمع بتاعنا، خلينا في المجتمع يعني الشمال الإفريقي، هل هو طبيعة موجودة فينا ولا نتيجة النص القرآني؟
لا هو ما عندوش علاقة بالنص القرآني، المسلمين ما يعرفوش دينهم، ما قارينش الآيات، هما كي يضربوا يضرب بطبيعته، يضرب لأنه هو عنده عقلية متخلفة. آية الضرب ما عندهاش علاقة اللي يضرب مراته ولا ما يضربهاش، بصح ما يعنيش هذا باللي هذا الضرب اللي الإسلام فيه ما عندوش تأثير. لا، الإسلام يأثر، لأنه الإسلام يعطيك هذيك الكارت ديال أنك أنت أفضل من المرأة، وأنت يعني قوام عليها، يعني تقدر تضربها. فالإسلام عنده تأثير بصفة عامة، بصح الآية بصفة خاصة أنا ما نشوفهاش تتأثر، لأنه الناس هذه ما تقراش دينها وما تفهمش وما تطبقش. يمكن أنا ما نتفقش معاك في هذه النقطة إكرام، لأن علاش ما نتفقش معاك؟ ما نعرفش، وقل لي رأيك. على خاطر إحنا نعرف أن آية الضرب هذه موجودة عندها 1400 نسمة، وأن العلماء يعرفوها وكانوا يقولوها. يعني أحمد تعرف يعني اللي إحنا وقت توقع مشكلة لأي شخص يمشي يسأل الشيخ أو ما يسمى بالإمام، والإمام أكيد بش يقول له الضرب. إذن مع الوقت، مع مئات السنين مئات السنين، أصبحت طبيعة فينا حتى ولو ما نعرفش الآية كنص أن ضرب المرأة يجوز شرعا. نعم نعم، أنا تكلمت فقط على الآية، أنه كاين اللي ما يعرفهاش. أنا متفقة معك في نقطة أنه كثقافة هي موجودة في مجتمعاتنا، أن ضرب المرأة مباح، لكن كي تجي تسول واحد من عامة المسلمين أصل هذا يعني هذه التشريع ولا هذا، يقول لك أنا ما نعرفش، أنا سولت شيخ وقال لي. أصلهم يشوفوا باللي ياخذوا دينهم من الشيوخ، يعني من الفقيه، ولا واحد يقول لك قاري دين، يعني هذا كي يعطيهم يعني الضوء الخضر، أي هو يضرب مراته، يقول لك أنا عالم دين قالها لي، ما يحتاج نص. أما أنا تكلمت على النص، أنه غير يعني ما يعرفوش ناس بزاف عامة المسلمين. أما كثقافة موجودة، يعني نجم نفهم من كلامك إكرام أن ثقافة الضرب هي مصدرها الغير مباشر هو الإسلام. نعم، هو مصدر غير مباشر، لكن ما يعنيش الإسلام ديما سبب في الضرب. بس كيجي وناس يقول لك لا كاين غير مسلمين يضربوي، فأنا نتكلم على مجتمعاتنا العنف فيها يعني حاجة نورمال. واحد كيضرب مراته ما تلقاش واحد ردة الفعل عنيفة ولا الناس ضد هذا الفعل، لا، يقول لك عادي راجلها وهو يعني عنده حق عليها يضربها. بالفعل نذكر لك أنا مرة قصة وقعت لي في أجادير. كنت يعني ساكن بحدا عائلة، وكانت فما امرأة يعني يضربها رجلها، يضربها كثير رجلها. أنا نتعجب يعني وقتها، رغم اللي معناتها كنت نوعا ما مانيش مسلم 100%، معناتها كنت شوية صوفي، كنت بديت يعني أستنفر من مسألة الضرب. وكانت تفتخر كي يضربها رجلها ويحمر لها عينها، تخرج في الشارع تقول أنا عندي راجل. ما تشوفش اللي معناتها المرأة نوعا ما ولات شوية معناتها تقبل فكرة الضرب. مثلا توا نعرف واحنا في المجتمعات بتاعنا كي الخو يضرب أخته يعني ما ترجعش عليه، ولا البو يضرب بنته، ولا يضرب ولده، ولا يضرب مرته، ولا المرأة. يعني الضرب أصبح في الثقافة بتاعنا، يعني تربية الضرب. يعني ما تشوفش اللي معناتها ولات طبيعة فينا؟ هل هذه الطبيعة تصورها كانت فينا من قبل؟ لا، هذه ماشي طبيعة فينا ولا كانت من قبل ولا غادي. نو، هو الحاجة منين يعني كي تسكت عليها المرة الأولى والثانية والثالثة كتولي حاجة عادية. هي قضية الضرب، يعني واش كان عادي ولا عادي، هي قضية قبول الفعل، يعني فاش الفعل كيولي مقبول وكيتكرر وكيبقى يتعاود الناس كيولفوا، ما كتكونش واحد ردة الفعل. قضية أن النساء ولا مثلا تقول لك تخرج بعينها مضروبة ولا هنا، كنوليو في ما يسمى بمتلازمة ستوكهولم ولا متلازمة حب الجلاد. كتولي المرأة كتبغي اللي يضربها، كتقول لك عادي يضربني لأنه كيبغيني لأنه كيخاف عليا، ولكن هذه هضرة
هضره ما منهاش، علاش؟ لانهما ربوا المراه بداك المفهوم ديال ان تعريف الرجل هو اللي كيضرب، الرجل خصو كيزدو كيضرب باش يكون واعر وباش يكون راجل، الا ما كيضربش صافي راه مش راجل. هذه فكره خاطئه. اذا تنجم تقول لي اكرام انها الان في المجتمعات بتاعنا بعد 1400 سنه اصبحت ثقافه الضرب هي ثقافه نجم نقولوا عاديه، يعني عندما راجل يضرب مرته في الشارع حتى حد ما يكلمه، عندما بو يضرب ولده في الشارع حتى حد ما يكلمه، اللي هذه تعتبر يعني في بعض الدول المتحضره يعني جريمه، يعني ما ينجمش واحد يضرب ولده، ولا يعني الضرب عندنا حتى في المدارس يعني. لا هو كاين نوعا ما كاين تحسن على السنوات السابقه، يعني هذا مؤخرا ولات بعض القوانين، ولات بعض مثلا حتى كيف قلت انت في المدرسه، ولا دابا ممنوع انك تضرب الطفل، في وقت كان الضرب مبرح يعني في التسعينات، اما دابا ولا انت تعطي انك تضرب الطفل في المدرسه. هل هناك قوانين يعني في المغرب على منع الضرب فيما يخص المرأة؟ مثلا في تونس لو راجل يضرب مرته ينجم تقدم به قضية في المحكمة، هل في المغرب نفس الشيء؟ ما عنديش معلومة صراحة، أما هو حتى إذا كان قانون ما يتطبقش. أنا اللي نعرف باللي كاين قانون، أما هو يشكي، يعني كاين قضايا في مدونة الأسرة تشكي المرأة براجل كيضربها، بصح ما كاينش يعني فقط نقول له حبر على ورق، ما كاينش واحد نقدر نقول صرامة كما كاين في الدول الأخرى. يعني القانون ما عندوش تأثير يعني للردع على مسألة الضرب؟ ماشي ما عندوش تأثير، هو الضرب حتى دابا الضرب ما بقاش بزاف كيف قلت لك كيف الأول، يعني مؤخرا ما بقاش الضرب منتشر كي كان، يعني ولا قليل فين كتشوف شي واحد كيضرب مراته، يعني كاين واحد النوع ديال ان بنادم بدا كيتحضر شويه، بدا كيوعى. اما شحال هادي خاصه في القرى كان كلشي كياكل العصا، من سبع دا كانوا كلهم كياكلوا العصا، اما دابا كاينش واحد النوع من التحضر ان ما بقاش الضرب منتشر بزاف، صح كاين هذا ما كاينش بانه ما كاينش. يعني تتصور انها يعني نقصان الضرب نتيجه القانون والا نتيجه تطور نتاع الافراد؟ لا هو نتيجه تطور افراد، ما عندهاش علاقه بالقانون، بصح القانون حتى هو يعني عامل لردع يعني الضرب، بصح يعني تطور او وعي الناس. واصلا انا يهمني نظره الاسلام، لانه كنهضروا كنتكلموا على مسلم ما نتكلموش على القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية راه بشرية. هل تتصور أن هذه الآية هي عامل لظاهرة العنف ضد المرأة أو ضد الطفل أو ضد في المجتمعات متاعنا أم لا؟ وي هو طبعا الآية عندها يعني تأثير هو غير مباشر على العنف، ظاهرة العنف في مجتمعاتنا. علاش؟ لانه هذه الايه تخلي يعني تولد لنا فتاوى، ما يسمى بالفتاوى، يجيك شيخ يفتي لك، الشيخ كيفتي من منين يجيب الفتوى؟ يجيبها بالنص من تشريع، فهادو الشيوخ كيفتي ويقول لك مثلا كاين فيديو للعريفي، العريفي يقول لك كذابه، انا هذه ما فهمتهاش، يقول لك المراه كالبعير يجب ان تضربها لان المراه لا تفهم، تفهم غير بالضرب، يقول لك كي البعير يفهم بالضرب. فهذا علاش هذه الفتاوى راهي تخرج للمجتمعات ديالنا، والمسلمين يديو على هذه الفتاوى، المسلم عنده يعني عنده الثقة في ما يقوله الشيوخ او يعني هذو اللي يسموهم شيوخ ولا علماء دين ولا، فهكا انت يعني انت كتنشر الفكر يعني فكر العنف، هذه فكرة العنف انت كتنشرها، او ما يسمى بالتحريض على العنف، يعني كي تقول بان المرأة عادي تضرب، فانت تساهم انه حتى لو كان راجل يضرب مراته وعنده تأنيب ضمير يولي يسمع مثلا العريفي ولا قال واحد في التيفي يقول لك اوكي علاش انا يأنبني ضميري،
هو واحد رجل دين يقول لك عادي، هذو ناس يعطوه مصداقية. فطبعا عندها لو كان جا مثلا يقول لك حرام ضرب المرأة، ما يولي حتى مسلم يضرب مراته، باسكو يخاف ويقول لك هذه حاجة محرمة. بصح هو يلقاو هذه الأشياء أنها مباحة، يزيدوا يقتنعوا بفكرة العنف هذه. باهي، نزيد نسألك سؤال آخر من بعد نعود ونرجع للآية. سؤال مهم هو ما هو ردك على من يقول الضرب بسواك؟ يعني شنو ردك أنت للشخص هذا؟ هو أنا قريت في بعض الروايات يقول لك سواك، اللي صح يعني قريتها في بعض الروايات. أما هو أنا نقول ما كاينش ضرب بالسواك، كيفاش تضرب بالسواك؟ أصلاً حاجة ما يمكنش تضرب بها. قال هذا لا يسمى ضرب، كي تضرب بالسواك هذا ما يبقاش ضرب. ثانياً أنا حتى لو يكون ضرب بالسواك أنا ضد، يعني هو في الأخير ضرب بالسواك ولا بغير سواك، هو في الأخير ضرب. يعني هو عبارة على نطر، معناتها بمجرد أنك تجي تحكي مع مرتك وتنطرها ولا تهز يدك كأنك ضربتها، يعني هذه إهانة، لأن معناتها من المفروض أنه يحكي معها يعني بأسلوب حضاري ويحاول يتفهم معها، وكان ما تفهمش معها طبعا موجود الطلاق، يعني نجم يطلقها فما حتى مشكل. نعم، هما يقول لك يلقاو لها تخريجة، يعني يقول لك ضرب، يقول لك عفوا الطلاق، أبغض الحلال عند الله الطلاق. الطلاق يقول لك معناتها وقت تخاف معناتها من امرأة نشوز ولا حاجة فاعدوهن واهجروهن، شنو رأيك في الهجر؟ لا، هو الهجر ماشي مشكل تهجر، أنا عندي مشكل غير مع العنف. عيضوهن ولا أهجروهن عادي، يعني لو كان جا الله قال لك وعظوهن فعظوهن ثم هجروهن وقف، ما كانش يكون عندي مشكل مع الآية. عادي قادر يهجرهم بعد يرجعوا يتصالحوا بعد يكون صلح. حتى لو الهجر فيه إهانة أنك تهجرها، بصح يعني ليس بدرجة الضرب. الضرب. وبالنسبة للآية الثانية اللي وإذ امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية يعني مقبولة، تحفونا. هذه الآية تلقى هنا الله يكيل بمكيالين، يعني لو عنده جوج وجوه، حاجة يقول هضرة يعني الأخ عصام في الفيديو ديالو قال لك المرأة ما تقدرش تضرب، شكون قال لك ما تقدرش تضرب؟ قادرة تهز حجرة تضربه للرأس، هذه ما تقدرش، يعني خاصها تكون ببنية الرجل باش نقولوا هذا ضرب. تقدر تهز أي أداة حادة ولا أداة هكا وتضربه بها، هذا يسمى ضرب. كاين بعض الرجال ضعفاء، تلقى مثلا متقدم بالسن عنده 80 سنة تلقى هي مازال يعني صحتها أحسن منه، تقدر تضربه. والدليل أنه عندنا في مجتمعاتنا حالات، ولو كانت حالات نادرة، تلقى حالة تضرب المرأة تضرب فيها راجلها، هذه كاين حالات، وتجي حتى في برامج يعني تلفزية راجل يقول لك أنا مراتي كانت تضربني، يعني حتى يعني الحجة دي لأن المرأة ما تقدر تضرب الراجل، كاين حالات تقدر تضرب الراجل. فقضية باش نرجع للآية، هو في التفاسير تلقى يعني بعض الروايات تقول لك أن الآية نزلت في سودة، يقول لك أن كان بعض في يعني تفاسير ابن كثير يقول لك أن الآية نزلت في سودة، يقول لك عندما تقدم بها السن فخافت، يعني خافت أن الرسول يطلقها أو يهجرها، يقول لك فوهبت ليلتها لعائشة. شوفوا الوقاحة، يعني كيفاش، يعني انت مجرد، يعني انت يعني هذه بين باللي الاسلام يعتبر المراه آلات نكاح، يعني انت ما بقيتيش قادره انك تعطيه نكاح، على خاصك ديري شي حاجه باش هو ما يطلقكش، علاش واش انت ضروري تدي منها النكاح باش تبقى مراتك؟ شوفوا يعني الاهانه، قمه الاهانه. يقول لك فوهبت ليلتها لعائشه من اجل ان تتقرب من الرسول، علاش هي شحال من عام عندها مع الرسول عاد اليوم غادي تجي تقرب منه؟ يقول لك فنزلت هذه الآية، يعني هذه ولات سبب نزول. إذن معناتها هنا لاحظوا كما قلت أنت أن هناك كيل بمكيالين،
على حسب رأيك على ماذا يدل هذا الشيء؟ يعني تعامل خاص للرجل وتعامل خاص للمرأة. إيه هذا يدل على أنه مؤسس القرآن راه بال يعني بالضرورة راه رجل وراه محمد يعني بال يعني يعني غالبا هو محمد. علاش؟ لأنه هذه الآية يعني في صالح محمد ما يقولكش تضربني، يقول لك صلح. إيه قلت هذه الآية نزلت في محمد، نزلت في سوداء، ويعني الرسول ما يقدرش مثلا يقول لك امرأة إن خافت بعلها نشوزا تضربه، لا، هذه حاجة يعني تنقص منه هو كرجل. فهو يدير هذه القوالب أو هذه التمويهات في القرآن باش يبان باللي هو القوي، يخلي المرأة ديما لتحت. وهذا يعني إذا كان يدل على حاجة، يدل على أنه هذا القرآن مليء بالتناقضات، والله أو يعني إله القرآن اللي هو محمد بنفسه يقول لك ولو كان من عندي غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، وهو عندك آلاف الاختلافات، معناتها من عندي غير الله، هو هذا اختلاف واضح، تناقض هذا، يعني يكون عنده موقف واحد، ما يكونش حربائي، يتغير على حسب تغير الجنس. يمكن المسلمين يقول لك مساواة، ورينا المساواة هذه فين كاينة. فهمتك، يعني هذه الآيتين هما آيتين معناتها بالمدينة، ما نشوفوش آيات كما هكا في مكة، علاش حسب رأيك؟ تصور اللي الآية هذه نتاع النشوز الرجال قوامون على النساء، هل تتصور هذه الآية يمكن أن تنزل في مكة ومحمد معرس بخديجة؟ الرجال قوامون على النساء، وإحنا نعرف أن خديجة هي اللي قيمة على محمد. لا، مستحيل هذه الآية مستحيل تنزل في، لأنه محمد كان ضعيف، كان فأر، يعني كان حشرة، ما كان والو، هو كي تقوى ودار نقولوا إحنا دار القرون، كان فقير، كان مجرد يعني راعي غنم، ما كان عنده والو. خديجة هي اللي سمعت منه نبي، هي اللي سمعت منه إنسان بحال البشر، ما في الأول ما كانش هكا، ما يقدرش يقول هذا راه بعد موت خديجة وبعد ما ولا ندور به النساء ويعني ولات عنده شوية السلطة عاد باش ولا هذا الخطاب ديالو خطاب عدائي. إذا حسب ما فهمت يعني من كلامك أن هذه الآية يعني مستحيل كانت تنزل في مكة، يعني هذا دليل آخر على أن القرآن هو قرآن محمد، يعني هذا رأي محمد في مسألة العلاقة مع الرجل. ولكن فيما بعض الأشخاص المسلمين يقول لك لكن هناك آيات تقول لك مثلا محمد قبل ما يموت قال أوصيكم بالنساء خيرا. لا، هذيك يقول لك قال في حجة الوداع نظن. المهم هذاك الحديث راه يعني اكبر فضيحه. علاش؟ لانه ما يقراوش الحديث كله. علاش يقول لهم استوصوا بالنساء خيرا في الاخير؟ الحديث شنو كاين؟ يقول لهم فانكم قد استحللتم فروجهن، يعني انت تشري الفرج، انت ما تمشي تتزوج مرة، انت تمشي تشري فرج. هذا ما كان، هذا هو الاسلام. يقول ما معنى استحللتم فروجهن؟ يعني اعطيتوهم فلوس، مديتو لهم مهر، ما يسمى في الإسلام بالمهر، وشريتوا الفرج ديالهم. هذا علاش؟ أنت اشتريت ثلاث جند، أنت ما عندكش إنسان تتعامل معها على أنها إنسان، لا، أنت اشتريت آلة جند، إذا رفضت ممارسة الجند أو النكاح تضرب، هذه هي تولي ملكك، الفرج ديالها يولي ملكك، ما يوليش ملكها هي ما تقدرش ترفض ولا تقولك أنا مريضة ولا ما عنديش رغبة ولا لا، تضربها. فهذا الحديث هذا أصلاً راه ضد المسلمين، إنكم مجاش ضدهم ما تكونش في عبارة استحللتم فروجهن، إنه هذا يخلي أنه يجمع المرأة كلها في فرج، وهذه هي حقيقة الإسلام كله مبني على هذه الثقافة يعني الدعارة، أنك تشري النساء بالمال. أن الإسلام يعني بصفة عامة هذا هو الإسلام، خلاصة أنه الإسلام مبني على الدعارة، أنك تعطي مرأة فلوس
وتسديها تولي ديالك، يعني ممنوع ترفض النكاح. علاش؟ لأنك استحللت فرها. بماذا استحللته؟ بالمال. فهذا هو، هذه يعني هذه هي الدعارة. فهذه رأي هانة للمرأة. يجيك المسلم يقول لك لا هو قال استوصوا، أنا أقول له كمل للحديث للآخر باش نسمع، بعدو كي نسمع استحللتم يقول له اشرح لي هذه بالضبط وشنو هي. هنا المسلم يولي في ورطة. معناتها نقول انت تعتبر المرأة تعتبرها تختزلها في فر، ما ولاش إنسان، انت راك تعتني بفرج وصافي خلاص هذا المكان. بالفعل ما يسمى بحق حق الفراش اللي موجود في الإسلام، يعني حق الفراش، هل تدري يعني في الإسلام ليس هناك يعني الرجل يجوز له أن يختصب زوجته، يعني حتى ولا ما هيش راضية. وفما الحديث يقول لك معناتها تأتيه ولو كانت على التنور، ويعني يدوم النقاط ياسر مهمة. حتى حديث يعني الرجل إذا دعا امرأته إلى الفراش ورفضت يقول لك باتت تلعنها الملائكة حتى الصباح. نعم نعم موجود. وهذا اغتصاب يعني اليوم في يعني المجتمعات والدول التي تحترم الإنسان حتى يعني وحدة راجلها، ويكون راجلها يعني بالقانون راجلها، وترفض ترفض يعني ترفض العلاقة الجنسية ويعني يغتصب، هذا يسمى أمام القانون اغتصاب ويعاقب عليه الرجل. صح في الإسلام لا، منظومة الإسلام منظومة فاشلة. فهمت؟ تقول لك لا يعني بسيف عليك تعطيه نكح، وهذا راه أكثر حاجة تدل على أنه هذا مستحيل يكون من عند غير، يكون من عند إله. هذا مستحيل يكون من عند إله. علاش؟ أنه إله يخلي أنا ما فهمتش، إله يخلي الأمراض ويخلي الحروب ويخلي المجاعات ويخلي السيدة ويجي يتدخل في الأعضاء التناسلية لرجل ومراته؟ وشنا هذا المستوى هذا الرديء؟ ما المفروض أنت أصلاً كإله خالق للكون تهتم بمجراتك وأكوانك؟ أنت واش دخلك في واحد هو ومراته؟ أنت من فوق سبع سماوات ماشي تقول له أضربوهن، تعطيه أنت من فوق سبع سماوات تبعث له جبريل أمشي هاك رسالة، واش مكتوب في الرسالة؟ مكتوب فيها كيما تبغيش تعطيك تنكح أضرب. يعني المسلم غبي لهذه الدرجة؟ المسلم كيفكر منطقيا يعني يشوف باللي قادر إلهي يكتب هذه يعني هذا يكون كلام ديالو؟ أنا أشوف باللي مستحيل. ما بغاتش أنا، هذه ما دخلت ليش راسي. واحدة ما بغاتش، ما عندهاش رغبة، ما بغاتش يعني بالسيف عليها، ورمي يضلكش يقول لك رفض أو النشوز، يقول لك وإن خفتم، يعني تخاف جوز ماشي توصل لمرحلة النشوز، لا فقط الخوف. غير إلا خفتي أنها تنشف عندك رخصة باش تضربها. وأنا ضد هذه ماشي ضد، أنا كنقول هذا الهراء هذا ما مستحيل يكون كلام من عند الله منزله في كتاب مقدس، لأنه هذا الكلام يدنس هذا الكتاب. القرآن ما يوليش كتاب مقدس، لا يولي كتاب فيه عنف، يولي كتاب فيه عنف، يولي كتاب يعني بالنسبة لي بلاصته هي سلة المهملات. أنا هذا كتاب ما نعطيش أنا يكون عندي ولدي ما نعطيش يقرأ هذا، يقرأه ويكون يقرأ قال الله تعالى أضربوهن. هذا كتاب أنا بالنسبة لي يتمنع لأنه فيه تحريض على العنف. فما حتى في بعض الفقهاء يعني يقول لك يعني الحكمة أنه المرأة لماذا يعني يجب أن تأخذ الإذن من زوجها للخروج، لأنه يمكن يكون محتاجها للنكاح وما يجدهاش، إذا لازم يعرف هي وقتاش ماشية ووقتاش جاية باش يكون مستعد. هنا نسألك سؤال تقريبا عم توصلنا لآخر الحلقة، سؤال أخير إكرام فيما يخص الموضوع هذا. الإسلام هو منظومة متكاملة متفق معي، يعني فيها مهر وفيها زواج وفيها معناتها اشتراء ما يسمى للفرج بالمهر والاستحلال الفرج وحق الرجل في الفراش والضرب، يعني كل هذه المنظومة، وأن الرجال قوامون على النساء وكل هذا الشيء. يعني من المفروض الإنسان عندما يتزوج على حسب الشريعة الإسلامية
انه يحترم هذه القوانين. هذا عقد بين شخصين، يعني المرأة لو هي تقبل مهر ولو هي تتزوج على حسب سنة، مثلا نشوفه في كتبان العقد على سنة الله ورسوله، إذن ألا ترى أن في هذه الحالة المرأة التي تتزوج تحت شرع سنة الله ورسوله لا يحق لها أن تطالب الرجل أن لا يضربها، لأنها تستعرف أن لازم الرجل يكون ولي عليها ولازم الرجل معناتها تكون تحت أوامره. وي فهمت، كنت تقول لي باللي هناك عقد، يعني انت تعطيني مهر وانا بصح في الاسلام ما كاينش هكا، في الاسلام راه قادر باه يزوجها، وهذا هو الاشكال. في الاسلام المراه ليس عندها اي صوت، المراه ما تهضرش تقول لك انا اوافق، تلقى في مثلا فتاوى ابن تيميه ولا تلقى عند كل الفقهاء يقول لك اذنها صمتها، هذه بالنسبه للبكر. أن هذا يقول لك يعني الإذن يكون أو الرأي يكون لباها عموما، لأنه الأولاد عموما هما ملك للأب أو يعني للوالدين، يعني هي كي بنته ملكه يتصرف فيها يعطيها يزوجها ما يزوجهاش هذه ترجع له، يعني هي ما عندهاش أصلا رأي. أما اللي تقبل أنا هذيك ما عنديش، هذيك تحل مشكلتها بوحدها، هذيك اللي تقول لك أنا نقبل يضربني ولا انا نوقع على انه يضربني. لكن انا ما نظنش ما كاينش نساء يوقعوا عقد بمعنى انا انت تعطيني مهر وان انت يكون عندك حق باش تضربني، انهم ما يعرفوش هذه الاشياء. هي كي تزوج المسلمات في مجتمعاتنا شنو يعرفوا على الاسلام، تعرف باللي كي تخرج تقول له انا خارجه باللي عنده حق، أنها يعني حق عليها في الفراش أنها تعطيها ذاك الحق، بصح ما يعرفوش قضية الضرب. وأصلاً في المجتمعات اللي فيها مسلمين ما كاينش زواج مدني، يعني راه حتى الملحدين هنا حتى الملاحدة مفروض عليهم يتزوجوا الزواج على سنة الله ورسوله، أنه ما كاينش حل غير هذا. أما هذه راه مجرد شكليات، ما كاينش حاجة سميتها زواج إسلامي في عهدنا، هذا ما كانش. هذا كان في وقت كانوا الناس يعرفوا شنو هو الإسلام، يمشوا عند الرسول ويسولوا ويعطيهم الجواب. أما في يومنا هذا ما كانش هذه الأشياء. المرأة تتزوج فقط بهدف تكوين أسرة، ما تقولكش أنا يضربني ولا ما يضربنيش، هذه الأشياء ما تعرفهاش. وحتى العقد دابا راه تطور، المرأة قادرة مثلا تتفق مع رجلها باش تكمل قرايتها ولا باش تخدم، ديروها في العقد. إذا هو خالف العقد المحكمة تحكم لصالح المرأة. القوانين الوضعية جات وصحت الأخطاء الإلهية، يعني القانون الوضعي صحح الأخطاء اللي دارها محمد في حق الإنسان، فجاء وضع لها حد. بالفعل شكرا إكرام على هذه معناتها المقابلة. وشنو معناتها تقول كلمة أخيرة للمرأة المسلمة بصفة عامة، يعني خلينا معناتها في المسلمة، يعني شنو تقول؟ أنا المرأة، نعم أنا المرأة المسلمة اللي تقبل على راسها الضرب تتحمله عادي، ما تقولكش من بعد لا ضربني ولا، هي تقبل بهذا الشيء. بصح انا عندي فقط واحد يعني واحد النصيحه، المراه خاصها تفهم باللي سواء كان الراجل ولا ما كانش هي راه قادره تعيش حياتها. لا ما تشوفش انا اذا ما خليتوش يضربني ولا اذا شكيت المجتمع يجي معاه، لا ما يهمش المجتمع مين يجي، يهم انتيا. والمراه راه خاصها تعرف باللي الحيوان لا يضرب، قطة ما تضربش في القرن 21 باش تجي انت وتقولي لا يضربني. فانا شوف باللي المرأة تتجاوز فكرة انها يعني آلة للجنس، لا خصني انا نعطي هذا الحق واذا ما عطيتوش يضربني، لا هذا يولي اغتصاب، هذا يولي اغتصاب. وكي يولي اغتصاب معناتها تولي حاجة ضد يعني ضد الاخلاق. شكرا إكرام. إذن معناتها نشكر إكرام ونشكر المشاهدين بتاعنا، ومع فيديو قادم وبسلامة.